السيدات والسادة، 24 ساعة تأتيكم من الفضائية المصرية ومن القناة الثانية. والبداية بالعناوين، لكم التحية. السيسي يبحث مع مدير منظمة الفاو الأوضاع الإنسانية في غزة خلال اجتماع تشاوري. خلال اجتماع تشاوري مصري خليجي، شكري يحذر من عواقب أي عملية عسكرية في رفح. الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر في غزة وسط تحذيرات من كارثة إنسانية. إلى تفاصيل الأحداث، لكم التحية. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي سعي مصر لتحقيق طفرة في مساحة الأراضي الزراعية من حيث التوسع الرأسي عن طريق التركيز على البحث العلمي والتكنولوجي لتحسين الإنتاجية. جاء ذلك خلال استقباله لمدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، حيث شهد اللقاء التبحث بشأن أزمة الغذاء العالمية، كذلك الأوضاع الإنسانية الكارثية التي تصل لحد المجاعة في قطاع غزة وجهود مصر المكثفة لإدخال المساعدات. نتابع. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد شادانيو مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو والوفد المرافق له. بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي أن اللقاء شهد تأكيد الاعتزاز المتبادل بالشراكة طويلة الأمد بين مصر والفاو، والتي تنعكس في مشروعات التنمية المتعددة في مجالي الزراعة والغذاء، وكذلك في التوقيع الذي تم على الاتفاق القطري الجديد بين الجانبين للفترة 2024-2027. أعرب مدير عام الفاو عن تقديره الكبير لما شاهده خلال زيارته الحالية لمصر من تطور تنموي لافت عمرانيا وزراعيا وصناعيا، مؤكدا التزام الفاو بمواصلة وتكثيف التعاون مع مصر. وقد شهد اللقاء التباحث بشأن أزمة الغذاء العالمية، وبالأخص ما يتعلق بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على مصر كونها أحد أكبر مستوردي الحبوب في العالم، حيث أوضح السيد الرئيس سعي مصر لتجاوز هذا التحدي بشكل جذري من خلال تحقيق طفرة في مساحة الأراضي الزراعية، وكذلك من حيث التوسع الرأسي عن طريق التركيز على البحث العلمي والتكنولوجي لتحسين الإنتاجية، منوها في هذا الإطار إلى المشروعات الزراعية الضخمة التي تنفذها الدولة لتحقيق هذا الهدف، والتي أثمرت عن بدء إنتاج مئات الآلاف من الفدادين الجديدة بما سيصل إلى 4 ملايين فدان تدخل جميعها الخدمة خلال العامين الجاري والقادم. وقد أوضح مدير الفاو متابعته والمنظمة بشكل وثيق للتجربة المصرية في التنمية الزراعية بما تم منها وما يجري تنفيذه، مؤكدا حرصه على تعميق التعاون القائم بين مصر والمنظمة في هذا الصدد، بما يدعم مصر في تحقيق أهدافها الطموحة لتحسين الأمن الغذائي للشعب المصري. ذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تباحثا معمقا بشأن الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم تناول الأوضاع الإنسانية الكارثية التي تصل إلى حد المجاعة في القطاع وجهود مصر المكثفة لإدخال المساعدات برا وجوا لإغاثة أهالي غزة. أعرب مدير الفاو في هذا الإطار عن بالغ التقدير للدور المصري التاريخي الذي يتسم بأعلى درجات المسؤولية والتجرد، مستعرضا جهود الفاو في هذا الإطار ومؤكدا الحرص على تقديم كافة سبل الدعم للجهود المصرية لإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع. وفي نهاية اللقاء سلم مدير عام منظمة الفاو هدية تذكارية للسيد الرئيس تقديرا لما يتحقق في مصر من تنمية شاملة ومتسارعة في مختلف المجالات. أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر والمجر على كافة المستويات. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد
أو الذي عقده رئيس مجلس الوزراء مع وزير الثقافة والابتكار المجري ورؤساء 10 جامعات مجرية، حيث أكد مدبولي على أن القاهرة تولي اهتماما كبيرا لمجال التعليم العالي ولعقد الشراكات الدولية بين الجامعات المصرية ونظيراتها العالمية في التخصصات المختلفة. هذا وقد استعرض مدبولي خلال الاجتماع برامج التعاون الممكنة بين الجامعات المصرية ونظيرتها المجرية، خاصة في المجالات التكنولوجية والبحث العلمي المشترك. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وحيلوا إلى التقاعد في الأول من يناير 2024. هذا وقد قلد القائد العام للقوات المسلحة القادة المكرمين وسام الجمهورية العسكرية الذي صدق على منحه لهم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديرا لجهودهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد في الأول من يناير لعام 2024، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرهم. وقام القائد العام بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية العسكري الذي صدق على منحه لهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديرا لجهودهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة. ونقل الفريق أول محمد زكي تحية وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة الذين أمضوا رسالتهم داخل القوات المسلحة بكل صدق وإخلاص. وأشاد القائد العام للقوات المسلحة بالقادة المكرمين الذين كانوا نموذجا يحتذى به في تنفيذ المهام والواجبات المكلفين بها بكل كفاءة واقتدار، مشيرا إلى أن تجديد مسؤولية القيادة ونقلها من جيل إلى جيل من التقاليد العسكرية الراسخة. كما قدم التحية لأسر القادة المكرمين على ما تحملوه من عبء المسؤولية الأسرية وتنشئة الأبناء على المبادئ والقيم المصرية الأصيلة، مؤكدا أن القوات المسلحة ستظل دائما زاخرة بالقدرات والكفاءات وميدانا للتضحية والعطاء لخدمة الوطن والذود عن ترابه المقدس. أكد وزير الخارجية سامح شكري على الأهمية المتزايدة التي تكتسبها آلية التشاور السياسي كإطار مؤسسين يجمع مصر مع دول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف شكري على أن ذلك يتيح فرصا هامة لتنمية الشراكات وبرامج التعاون بين الطرفين. وخلال مشاركة شكري في الاجتماع التشاوري المشترك لوزراء الخارجية بين مصر ومجلس التعاون الخليجي بالعاصمة الرياض، حذر وزير الخارجية من العواقب الجسيمة لقيام إسرائيل بأية عملية عسكرية برية في مدينة رفح وتداعياتها الكارثية على المواطنين الفلسطينيين بها. كما شدد شكري على ضرورة وضع حد للممارسات الإسرائيلية المعرقلة لنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. أصحاب السمو والمعالي، اجتمع اليوم ونحن نواجه أزمات متفجرة تلقي بأعباء وتبعات غير مسبوقة على عاتقنا، على رأسها الحرب الإسرائيلية شديدة الدموية ضد الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، والتي تحمل تبعات سياسية وأمنية وإنسانية شديدة الخطورة، لا تقتصر على القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق فقط، وإنما تمتد إلى المنطقة ككل وتلقي بظلالها على الأمن والسلم الدوليين. كشفت تلك الأزمة عجز المجتمع الدولي عن إظهار إرادة حاسمة ونافذة لفرض وقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع أو وضع حد لهذه المجازر وللتجويع والحصار المفروضين على قطاع غزة وأطفاله الأبرياء والتصدي لمخططات التهجير القسري لسكانه وما تنطوي عليه تلك الأعمال من مخطط ومنهج لتصفية القضية الفلسطينية.
من جانبه جدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي التأكيد على الموقف العربي المطالب بحتمية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كما أكد على أهمية وقف الحرب الإسرائيلية ضد القطاع وعلى ضرورة إنفاذ المساعدات بصورة كاملة فضلا عن تقديم كافة أوجه الدعم لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق. ويجدد مجلس التعاون على الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق خلال التطورات الراهنة في قطاع غزة ومحيطها، ويطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية وضمان توفير ووصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لسكان غزة، ومطالبة المجتمع الدولي باتخاذ موقف جاد وحازم لتوفير الحماية للمدنيين في قطاع غزة. من جانبه قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي على أن التحدي الأكبر في المنطقة هو العدوان على قطاع غزة، وأكد الصفدي على أن إسرائيل تمنع دخول المساعدات الكافية لغزة، مشيرا إلى أن أهالي القطاع يواجهون خطر المجاعة. نواجه اليوم التحدي الأكبر في منطقتنا وهو استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة. نعمل جميعا من أجل وقف هذا العدوان ومن أجل إيصال المساعدات الإنسانية الكافية لأكثر من 1,300,000 فلسطيني يواجهون المجاعة حسب تقديرات منظمات أممية وغيرها، وما تزال إسرائيل تمنع دخول المساعدات بشكل كاف لها. وكما ذكرت دولة الأخ، القضية الفلسطينية هي قضيتنا المركزية جميعا، ولن نألو جهدا في العمل من أجل إنهاء هذا العدوان ومن أجل القيام بكل ما يلزم لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم، والذي لن يتحقق إلا إذا ما حصل الفلسطينيون على جميع حقوقهم المشروعة وفي مقدمها حقهم في الدولة والحرية على ترابهم الوطني على خطوط 4 حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة. وربما يلزم الآن التأكيد على أن على المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل فاعل، ليس فقط لوقف العدوان على غزة، ولكن أيضا لوقف الإجراءات اللاشرعية التي تستمر إسرائيل في القيام بها في الضفة الغربية المحتلة. قال الأمين العام أحمد أبو الغيط بأن حرمان الفلسطينيين من المساعدات الأساسية المنقذة للحياة يعد حكما بالإعدام وعقابا جماعيا. خلال استقباله لسيجريد كاج وكيل الأمين العام للأمم المتحدة وكبير منسق الشؤون الإنسانية وإعادة إعمار قطاع غزة، شدد أبو الغيط على أن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية عن هذه المأساة بسبب الضوء الأخضر الذي منحته بعض القوى الكبرى لإسرائيل لممارسة العدوان على هذا النحو البشع والمجرد من الإنسانية، مجددا التأكيد على أن الأولوية في هذه المرحلة ينصب على تحقيق وقف فوري لإطلاق النار ووقف نزيف الدم والحيلولة دون وقوع مجاعة للفلسطينيين في غزة. من جانبها قالت المسؤولة الأممية بأنها اتفقت مع أبو الغيط على أن عودة الفلسطينيين السلطة الفلسطينية للقطاع تمثل ضرورة ملحة من أجل إعادة إعمار القطاع. تتواصل المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس وإسرائيل في محاولة للتوصل لهدنة، حيث توقعت حركة حماس أن الاتفاق على هدنة في غزة يمكن أن يتحقق خلال 24 إلى 48 ساعة حال تجاوبت إسرائيل مع مطالبها. ونص الاقتراح الذي تقدمت به الدول الوسيطة على وقف العدوان لمدة 6 أسابيع وإطلاق سراح 42 محتجزا إسرائيليا في غزة مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ويأمل الوسطاء إلى أن يتم الاتفاق بشأنه قبل حلول شهر رمضان. وكان مسؤول أمريكي قد أكد في وقت سابق بأن إسرائيل وافقت مبدئيا على بنود المقترح، في حين لم تؤكد سلطات الاحتلال تصريحات المسؤول الأمريكي. وميدانيا تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة لليوم 49 بعد المئة، حيث أعلنت وزارة الصحة في غزة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 9 مجازر في القطاع راح ضحيتها
90 شهيدا و 177 مصابا خلال ال 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 30,410 فلسطينيا، إضافة إلى أكثر من 71,000 إصابة غالبيتهم من النساء والأطفال منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي. في الوقت ذاته أعلن مستشفى كمال عدوان شمال القطاع ارتفاع عدد الأطفال المتوفين بسبب سوء التغذية وعدم توفر العلاج والوقود بالمستشفى إلى 15 شهيدا، حيث واجه الأطفال جفافا شديدا وسوء تغذية في ظل خروج المستشفى عن الخدمة. كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي من عملياته في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، معلنا تدمير ما وصفها بعشرات الأهداف التابعة لحماس في غارات جوية وقصف مدفعي على حد زعمه. وأضاف جيش الاحتلال بأن القوات الجوية والمدفعية قصفت نحو 50 هدفا خلال 6 دقائق، كما نفذ جيش الاحتلال عملية عسكرية في مدينة حمد شمال خان يونس بعد محاصرتها بالدبابات وقصف محيطها على مدار عدة ساعات جوا وبرا، فيما نفى جيش الاحتلال مسؤوليته عن وفيات مدنيين خلال الحصول على مساعدات في غزة الأسبوع الماضي، زاعما أن الوفيات حدثت نتيجة التدافع على حد زعمه. أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل حصار واستهداف مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس لليوم 42 على التوالي. وأوضح الهلال الأحمر بأن آليات الاحتلال تتمركز في محيط المستشفى مع تحرك مستمر لعدد منها، ما يمنع حركة الطواقم الطبية خارج المبنى، وذلك بالتزامن مع قصف وإطلاق نار مستمر في محيط المستشفى أو بشكل مباشر عليه. كما أكد الهلال الأحمر بأن مخزوني الطعام والوقود في المستشفى لا يكفيان لأكثر من أسبوع واحد، وأن كمية مياه الشرب المتبقية لا تكفي إلا لثلاثة أيام. وأشار الهلال الأحمر إلى انتشار بعض الأمراض المعدية بين النازحين بسبب تراكم النفايات وانعدام الاحتياجات الرئيسة لبعض الفئات الخاصة، فضلا عن نفاذ بعض المستهلكات الطبية والأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة. من جانبه قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فيليب لازاريني بأن العدوان على غزة سجل مقتل عمال إغاثة وصحفيين أكثر من أي صراع آخر. وأضاف الأونروا بأن مصورا صحفيا لديها أصيب بجروح خطيرة وفقد ساقيه جراء القصف على شمال غزة، حيث كان يرسل لقطات لحجم الدمار خلال الأسابيع الماضية. وكان مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين قد أعلن في وقت سابق بأن من غير الواقعي الاعتقاد بأنه يمكن الاستغناء عن الوكالة لأن أنشطتها متعددة ومهمة. حذرت الخارجية الفلسطينية من مخاطر ما تعد له أو تعد له سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين عامة والقدس ومقدساتها بشكل خاص خلال شهر رمضان. وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن الاحتلال يعد تقييدا على دخول المصلين للمسجد الأقصى للصلاة وفرض مزيد من الإجراءات لمنعهم من وصول المدينة، وذلك بهدف تكريس فص القدس عن محيطها الفلسطيني وتعميق تهويدها وضمها، مشددة على أن دولة الاحتلال ومؤسساتها تحاول شيطنة السلوك الفلسطيني بشهر رمضان وتشن حملة تضليل واسعة النطاق لهذا الغرض لتبرير قمعها وتنكيلها بالشعب الفلسطيني عامة وفي الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية خاصة، أنها واصفة تلك الإجراءات بأنها سياسة تهدف إلى كيل التهم للجانب الفلسطيني لإخفاء حجم العقوبات الجماعية والاستعمار والكراهية والعنصرية والاضطهاد الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال وحرب الإبادة. أعرب وفد البرلمان الأوروبي عن شكره العميق لمصر على خلفية الجهود التي تبذلها على مستوى ملف المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة. كما طلب الوفد الأوروبي خلال زيارته لمدينة العريش ومعبر رفح الجانب الإسرائيلي بضرورة وقف إطلاق النار وحماية المدنيين الفلسطينيين.
very very grateful to the Egyptian people because we have. نقدر الدور المصري الكبير في مساعدة الناس في قطاع غزة، سواء من خلال المساعدات الإنسانية والغذائية أو من خلال الجرحى والمصابين الفلسطينيين في المستشفيات الإنسانية الصعب داخل قطاع غزة، ونعمل على وقف إطلاق النار بين الجانبين وعودة الرهائن الإسرائيليين. كذلك لا بد من فتح معابر وطرق جديدة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة. لا نريد أي دماء جديدة. متواصلون مع حضراتكم في أحداث 24 ساعة، وفيها بعد الفاصل: الحوثيون يتعهدون بمواصلة إغراق السفن البريطانية في خليج عدن. نجدد التحية. تعهد الحوثيون في اليمن بمواصلة إغراق السفن البريطانية في خليج عدن في عقاب غرق سفينة الشحن روبيميار المملوكة لشركة بريطانية. في تلك الأثناء أفادت وزارة الدفاع الإيطالية بأنها أسقطت طائرة مسيرة حوثية بعد اقترابها من مدمرة تابعة لها في البحر الأحمر. وقد ندد وزير الدفاع الإيطالي بالهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية، معتبرا أنها تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي. هذا ومن المقرر أن تشارك إيطاليا في القوة الدولية للحماية البحرية في البحر الأحمر التي شكلها الاتحاد الأوروبي، حيث من المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ الإيطالي على مشاركة روما في القوة الدولية الثلاثاء المقبل. أكد رئيس أركان الجيش العراقي استمرار اجتماعات اللجنة العسكرية العليا لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق. من جانبه قال رئيس الوزراء العراقي الذي يترأس اللجنة، قال إن اجتماعا بين الجانبين سيعقد كل 15 يوما، مبينا أن الاجتماعات تسير بشكل سلس وصولا لملف تحديد التوقيتات الزمنية لإنهاء مهمة التحالف في العراق. وأضاف رئيس الوزراء العراقي بأن التحالف الدولي تقتصر مهامه الآن على الإسناد الجوي، ولا توجد لديه أي قوات عسكرية على الأرض، لافتا إلى أن النقاش مع التحالف يركز على الجانبين الجوي والاستخباراتي، مؤكدا على أن القوات البرية العراقية قادرة على أداء المهام ولا تحتاج لأي قوات لدعمها أو مساندتها. انتخب البرلمان الباكستاني المشكل حديثا شهباز شريف رئيسا للوزراء للمرة الثانية، وذلك بعد 3 أسابيع من انتخابات عامة، وتفوق شريف على عمر أيوب المرشح المدعوم من رئيس الوزراء السابق المسجون حاليا عمران خان. وقد حصل شريف على 201 من الأصوات البرلمانية، وهو ما يزيد عن العدد المطلوب في المجلس، ويبلغ 169 صوتا. هذا وقد قبل إعلان فوز شريف باحتجاجات صاخبة من حزب مجلس الاتحاد المدعوم من خان. وكان المرشحون المدعومون من خان قد حصلوا على أكبر عدد من المقاعد، لكن حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية جناح نواز شريف وحزب الشعب الباكستاني اتفق على تشكيل حكومة ائتلافية، ما فتح الباب أمام انتخاب شهباز رئيسا للوزراء بعد امتناع شقيقه عن تولي المنصب. جدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي التأكيد على الأهمية الكبيرة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة في تطوير الريف المصري لما تمثله من دور واضح في رفع مستوى معيشة المواطنين في القرى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كذلك خلال رئاسة مدبولي الاجتماع لمتابعة تصورات الموازنة التقديرية للمرحلة الثانية من المبادرة بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، حيث أكد مدبولي على اهتمام الدولة البالغ بمعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة. أكد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اعتزاز مصر بعمق العلاقات التاريخية التي تربطها بدولة إيطاليا والحرص على تعزيزها لدعم المصالح المشتركة بين البلدين. جاء ذلك خلال لقائه لميكيالي كورانو سفير إيطاليا لدى مصر. كما أكد مدبولي الحرص على تبديل كافة التحديات أمام الشركات الإيطالية الراغبة
في خوض مجال الاستثمار في مصر والاستفادة من الفرص الواعدة والحوافز التي يتم توفيرها للمستثمرين، وذلك في القطاعات المستهدفة وفق الأولوية التي تمنحها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما أعرب عن تطلعه لاستقبال السيدة جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا بالقاهرة في أقرب فرصة. قامت القوات المسلحة بدفع لجنة تجنيدية قضائية لتسوية المواقف التجنيدية الخاصة بالمواطنين في حلايب وشلاتين وأبو رماد وتسليمهم لشهادات المعاملة التجنيدية بالمجان، كما تم الدفع بقافلة طبية لتقديم الكشف الطبي والعلاج المجاني لأبناء تلك المناطق وتوزيع المواد الغذائية المجانية على المواطنين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم. في إطار حرص الدولة المصرية على تقديم كافة أوجه الرعاية والاهتمام لأبناء المناطق الحدودية والنائية، قامت القوات المسلحة بدفع لجنة تجنيدية قضائية لتسوية المواقف التجنيدية الخاصة بالمواطنين بمناطق حلايب وشلاتين وأبو رماد وتسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية بالمجان في أماكن تواجدهم، وذلك على مدار عدة أيام. كذلك تم دفع قافلة طبية لتقديم الكشف الطبي والعلاج المجاني اللازم لأبناء تلك المناطق. وخلال أعمال اللجنة أكد اللواء محمد صبحي مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة حرص القوات المسلحة على توفير كافة سبل الدعم لأبناء الوطن خاصة قاطني المناطق الحدودية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة. تنفيذا لتوجيهات القيادة العامة، احنا بنيجي كل سنة لأبناء حلايب وشلاتين وأبو رماد ووادي العلائي لتسوية موقفهم التجنيدي ومنحهم شهادات المعاملة التجنيدية بدون أي رسوم مادية. فيما أعرب المواطنون عن عميق شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة على الجهود والتيسيرات المبذولة لتسهيل الإجراءات التجنيدية الخاصة بذويهم. تم استلام الشهادة من غير أي رسوم ولا تعب ولا أي حاجة، وبالعكس تسهيل أمور كثيرة للشباب بالذات شباب شلتين. ألف شكر. اللجان التجنيدية جاتنا لحد عندنا وسلمتنا الشهادة طبعا بدون رسوم طبعا. نشكر القوات المسلحة لتوفير الشهادة في المنطقة وتذليل الصعاب. والجيش مركز على نقطة السهل لأنه بيحاول يبني إنسان قوي متعلم بحيث يقدر يواجه به ظروف، خصوصا أنه في منطقة حدودية بيحتاج أنه ينشئ جيل صحي قوي أنه يجابه المخاطر الأوضاع الموجودة، فدي بتعتبر المجهود الموجودة جدا غير باقي المجالات طبعا اللي بيشارك في القوات المسلحة. تأتي تلك الجهود انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية للقوات المسلحة والمشاركة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين بتلك المناطق وتوفير أوجه الدعم الكامل لهم. في الختام لكم منا السلام.